هذا البرنامج برعاية الحياة. بتتغير والطرق اللي بنحمي فيها بيوتنا كمان لازم تتغير. يعني بدل الخلطة هلأ صار في لميس 3 في 1، غطاء واحد من غير أي إضافات، حينظف 100 نوع من البقع ويطهر 100 نوع من الجراثيم، بيلمع أرضيات البيت وبيعمل ريحة حلوة. بدك تنظفي وتطهري صح وتضمني الحماية كل يوم، يعني مفيش غير لميس 3 في 1 اللي ينظف ويطهر ويعطر. لميس 3 في 1 لنظافة بيتك كل يوم. مشاهدينا الكرام، صحة فطوركم واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشغل مش عيب. اليوم في مهنة استفزتني او حرفة في مدينة بنغازي لقيت فيها مش لبين واجد، فانا قبل ما بش نصورها بيني وبينكم، لكن بعدين قلت لا، ليش انا برنامجي هادف ينصح في الشباب بيش يشتغلوا ما يقدوش في حشانة من غير عمل. المهنة هذه هي تغيير الزيوت وغسيل السيارات، فانا ما قلت فيها لبين واجد وحبيت تكون حلقة من حلقاتي بيش نشجع الشباب انهم يشتغلوا الشغلة هذه. اليوم حكون معاكم انا نغير زيت، عامل تغيير زيوت وايضا غسيل سيارات مع محمد الصامبا في شارع زيت في منطقه شبنا. ان شاء الله تكون الحلقه هادفه وواصله لكل شبابنا اللي بيه. انا حبيب يا سامبا. ايوه الطابه وين يا جماعه؟ اوكي اوكي جيتها. والله ساعد لوطه يا سامبا. الله يبارك عليك. العيش هذا اكل العيش مره. اه ربي يعطيكم الصحه. شو المكوريه والمكرات؟ ها المكرات طبعا يا سامبا. نحن انا قلت للناس الخطوه الاولى تفتح الطابة، تكون حاط السطر اللوطة باش تفرغ الزيت اللي عقب الزيت الموجود. مظبوط تمام. بعد ما تنتهي العملية هنا تاخذ الدادو. ايوه وتجي تسكر، بعدين تجي بعد ما الزبون ياخذ نوعية الزيت بتاعه. تمام 100% تتفق هو الزيت المعين، وطبعا هنا كل سيارة ولها زيت خاص فيها. كل سيارة لها زيت معين. بعدين تجي تصبها. بعد ما تجي تصبها طبعا في سيارات يجي الزيت على المقطع بتاعه 10-40 20-50 على حسب. بعد تسكروا هذا وفينا الزيت يفرق. تبي نردوا الطابه نردوها من جديد. تمام. بعدها نجيبوا بعد ما الزبون يختار لك الزيت حسب كما قلنا نحن مكتوب على المحرك، يا اما هو ياخذ في نوع معين هو مجربه ويمشي به. شو الاكثر الانواع ماشي؟ الروسي، الاماراتي، الالماني، هذا هو اللي حاجه اللي بعدها. بعد يختار حسب 3 كيلو 4 كيلو. ايوه هو في السياره هذه طبعا 5 كيلو بالفلترات. حشوه هي في اللي يقول لك يتغير بعد تغيير الزيت، تغير فلتر تصب مرتين زيت بعدين تغير اخرى ولا لا؟ تغيرتين افضل كل مره باش تغير الفلتر. تغيير الزيت وتغيير الفلتر. تمام. بقى الناس في اللي متحشم يقول لك انا ما نشتغلهاش الشغله هذه. صح. انت شنو ترد عليه؟ شنو تقول؟ انا نقول العمل مش عيب. العمل مش عيب، هذه يعتبر هذه مهنه وحرفيه يعني. درست فيها حتى دراسه برا يعني. هذه يعتبر نوع من المكنه الميكانيكي يعني. طبعا الناس في اللي ينظر فيها انها هي عمليه عمل نزل من مستواه ولا حاجه. لا مش هذه، هي مش هذه الفكره حرفيا. يعني عمل بسيط يعني، مثلا كنت تحط طابه وتشوف انواع الزيت المطلوب وتصفر
يعني حتى انت تحسك بعد ما تكمل سيارتك تروح درت حاجه يعني قاعد تتعب مقابل انك انت تاخذ لقمتك في نهايه اليوم تكون في حاجه تعب فيها وتحس في روحك انك مقدم شيء لنفسك مش معتمد على حد. طبعا محمد نحن بعدين حننتقل للجزء الثاني اللي هي تنظيف السيارات تمام مع بعد تغيير الزيوت. اليوم انا طبعا عامل معاك وتحت امرك. ما عندكش سالم محمد ربي ما يغيبك. سكر طابه لوطا. طبعا سكرت الطابه هذه حتى هي فن. خلينا ما تسكرهاش كويس بعدين تقدر تقصر عليك. اول حاجه شنو؟ تحطها في مكانها. مكانها تبرم باليد. ني توصل لمرحله ثبات. ايوه. تراجع على القنط بس. ايوه. تمام. نجيب المفتاح. مضبوط كده ها صبا. تمام. تمام. تقعد. مين يجي بس معاك اخر تمام كتعطيه اللمسه الاخيره انا شفتها تمام لكن احنا تو هنا سكرنا تمام هاي تعال هاي وخت عادي 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 تمام مية مية فينا ريح يسبب فين الكماليات بعد ما يتغير الزيت يصير تنظيفه للمحرك ما شاء الله والزبون يقعد راضي ويدعي لك بعدين مشاهدينا كما شفتوا هذه المرحلة الأولى والثانية بعد ما تجي أنت تغير زيت سيارتك بعد ما خلاص نهاية موضوع الزيت نهاية موضوع الفلتر موضوع تنظيف السيارة تو حنمشوا مع محمد سامبا للجزء الثاني هو نحن نكون معاك معامل نغسل فيه السيارات والمحركات بعد المرحلة الأولى يا ريت تحافظ على سيارتك وأنك أنت أيضا ما تتحشمش فيها الخدمة الخدمة ما هيش عيب واليوم جيت أنا خدمت وحناخذ يوميه وحنلقى ثابت لقيت عملي كويس مش مشكله اعتمدت على نفسي حسيت بطعمه الشيء اللي نادرته اليوم. طبعا نمشوا مع بعضنا للجزء الثاني باش نوري للناس ان نقدر انا نشتغل اليوم تغيير زيوت سيارات وايضا نقدر نشتغل غسيل سيارات. We'll be right back.
شاء الله طبعا الدفاعه توك تماسك يا جماعه الخير. تبيلة بعد ما تخدم فيه المهنة هذه الشهر هاي تراي والباي تلقى مش عادي بكر. طبعا توا هذه غسلة السيارة من اللوطة، غسلة المحرك بداتها نغسل معاكم سيارات من اللوطة. جولي تالي مدرة باتا وامه في الغسل كل يوم مغرق لهم الشارع مية. تعال اخدم عندك كيف يغسل السيارات، تعال اغسل وتطلع بفلوس وتغسل اختم وتلقى حتى وين تغسل سيارتك. بيدا طبعا ما شاء الله لقينا شاب ليبي جوا يشتغل غسيل تمام، لكن إنه هو باكوش ما يتكلمش، فحاولت اني ناخذ له بس لقطه يتكلم علينا رجاله، وانا يعني جربت الشغله نتاعها حتى تو. قوه الدفاع يا محمد ما شاء الله، يعني انت بتستخدم سياره واحده يديك علينا حياه عمل. يعني ما شاء الله متحملين الشباب هذا اكثر عيش واحد طبعا حازم بالحلال ما يتعامل مع ربنا. طبعا يعني هل هو واحد بس ليبي يشتغل انا ولا في ليبي نقرا؟ لا في يجوا كم مره يجوا عشان يخدموا ساعات شهرين يمكن يدير فلوس مع شو جيو. ها؟ والله في اللي عنده دراسه وفي اللي عسكري وكذا. هذا هو الموضوع. يعني شوف في الناس ما شاء الله تقرا وتشتغل وكيف ما قلنا يعني والله شفنا شباب ما شاء الله لقين من خلال حلقات برنامجنا شغل مش عيب، شفنا شباب جميع حرف ومش مسيبين دراستهم. ما ننساش ايضا نشكر الراعي الرسمي لبرنامجنا شركه لميس لمواد التنظيف. سامبا انتم غسيل هنا محركات بس هون غسيل كامل، غسيل كامل تغيير زيوت ومياه حتى الشغل صالح ما شاء الله. طيب كم تو مثلا بتجيني بنفس سيارتي من برا ومن جوا كامل؟ محرك ومن جوا من برا ولا لا؟ هذا تحكي من لوطة كامل. باب المحرك؟ المحرك 35 35 ما شاء الله. كم من وقتك كم عندك واحد يشتغل معك انا؟ لا والله نحن الشباب عندنا اربعة يعني السيارة ما تاخذش ساعة هيك يعني ساعة ونص ساعة. طيب محمد طبعا هي الشغل مش حكر عليه حد، لكن شو نقدم نصيحة للشباب الليبيين اللي يبوا يخدموا ممكن متحشمين أو متردين؟ والله أنا طبعا أول حاجة أقول كل عام وأنتم بخير، هي للشعب الليبي كله العمل متعب. أول حاجة الواحد فيه يخدم يصبر شوية، العمل يعني مش أول بداية يغير لك 90 درجة، أنت ضروري فيك تخدم تتعلم شوية شوية تاخذ عليه، تقعد أنت خلاص حتى تكون قاعد في الحوش ما تقدرش تقعد، ضروري فيك تخدم حتى من غيرية. تو في شباب يبين من قبل خدموا معانا أنا بعد ياخذوا برمة يكتب مرات يجي يقول لك خليني نكسر عليه شوية، هي فترة ما خدمتش يبي تدير تمارين لأن الدفاع اللي تو هذا بجديات يبي واحد ما شاء الله. انا تو بس جربتها شويه يعني تجي كانك تسارع في حاجه، فما شاء الله ربي يعطيكم الصحه ويعطي الصحه لكل الشباب اللي يشتغلوا بقلب ربي ياكلوا وبعرق جبينهم. محمد بارك الله فيك، مشكور على اليوم فتحتك لنا الورش نتاعك، وان شاء الله يا ربي نشوف معاك ليبيين واجد ونشوف محلات هي مش عنصريه، نشوف ليبيين يشتغلوا في كل شيء يا رب. حتى نحن اولاد بلادنا ان شاء الله بارك الله فيك. صحيح مشاهدينا الكرام، كما شفتوا في حلقتنا اليوم المهنه للجديات استفزتني انا شخصيا اني ما لقيتش ليبي يغير في زيت. ان شاء الله يا رب نلقوا الليبيين ديما فعلا مراتب، لكن ايضا ما زلنا نقولوا الشغل مش عيب. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الراعي الرسمي لبرنامجنا شركه لميس لمواد التنظيف، وايضا لفريق العمل ندى الحرابي واحمد العبيدي. حافظ الله ليبيا، مع السلامة. هذا البرنامج برعاية
الحياة بتتغير والطرق اللي بنحمي فيها بيوتنا كمان لازم تتغير. يعني بدل الخلطة هلأ صار في لميس 3 في 1، غطاء واحد من غير أي إضافات، حينظف 100 نوع من البقع ويطهر 100 نوع من الجراثيم، بيلمع أرضيات البيت وبيعمل ريحة حلوة. بدك تنظفي وتطهري صح وتضمني الحماية كل يوم، يعني ما فيش غير لميس 3 في 1 اللي نظف ويطهر ويعطر. لميس 3 في 1 لنظافة بيتك كل يوم.